نادية الجندي محامية، والدها عبد الله غيث رجل أعمال ذو نفوذ، على خلاف مع محمود حميدة الذي يقتل رجال شقيقها. يدور الصراع بين عائلة عبد الله غيث ومحمود حميدة حول صفقة سلاح تقدر بالمليارات. يمرض الأب ويعتقل شقيقها، وتضطر هي للدفاع عن مصالح عائلتها، وتستطيع بذكائها وأنوثتها أن تنتصر وحدها على عائلة محمود حميدة وتحقق لأبيها حلمه في الحصول على صفقة العصر. دكتور رفيق، يعني المتتبع لسلسلة أفلام النجمة نادية الجندي بنلاحظ أن كاتبها واحد وهو الأستاذ بشير الديك، والملاحظ أن كل أدوارها تقريبا يعني شبيهة ببعضها، فهي شخصية قوية بتنتقم من الرجال وبتفرض سيطرتها من خلال ذكائها وأنوثتها. فهل السبب أن كاتب السيناريو واحد، أم أنها تهوى هذه الشخصية وأصبح الأستاذ بشير الديك يعني يفصل قصص وأحداث ليركب عليها هذه الشخصية؟ والله شوفي، أنا أعتقد أن قبل ما سلسلة أفلام نادية الجندي مع بشير الديك، أيوة، عملت هي سلسلة أفلام برضو مع مصطفى محرم. آه. وأنا فاكر أن من فيلم البطنية، أيوة، اللي هو كان الفيلم اللي أدالها شعبية كبيرة جدا جدا طبعا، واللي أخرجه الأستاذ حسام دي مصطفى، قدمت برضو هذا الدور من خلال قصة إسماعيل ولي الدين، البنت الغلبانة اللي بعد كده تثأر وبتبقى هي بقال تسيطر بجمالها وبذكائها على المنطقة كلها، وبتصبح هي الفتوة والزعيمة ويبدو أن هذا النجاح قد أغنى نادية الجندي على أن تسير في هذا الخط بكل أفلامها اللي هي تجاوزت 15 بعد البطنية. وغيرت السيناريست، لكن ما غيرتش الشخصية. إذن أنا أعتقد أن تمسك السيدة نادية الجندي بهذه الشخصية هي إيمانها بأن هي الشخصية اللي ممكن هي تلعبها كويس، وعمال تطلب من السيناريست اللي بيتعاونوا معاها أنهم يرسموا لها هذه الشخصية اللي هي عايزها، اللي هي عايزة تلعبها، اللي هي يعني لقيت نفسها فيها مثلا، لقيت نفسها فيها ونجحت وده يعود بي الأمر إلى الثلاثينات في هوليوود، لما كانت هوليوود اخترعت شخصية الفامب، المرأة المغرية محطمة الرجال صائدة القلوب، مارلين ديتريش، باربارا ستانويك، بيت ديفيز، شوان كرافورد، كلهم اللي كانت بتترسم لهم هذه الشخصية. لكن هوليوود اللي هي اخترعت صناعة النجوم كانت دقيقة جدا، يعني كانت تحط الممثلة بفيلم فيلمين بعد كده تغيرها 100,000% عشان تحطها بقالب تاني عشان الجمهور ما يزهقش من هذه الشخصية. يعني مهما نجحت في الشخصية لازم يغيروا، لازم تتغير بعد فيلمين أو ثلاثة، لازم هذه المحطمة القلوب تاخد وجه إنساني آخر، ما تبعدش عن الناس حتى لو الجماهير بتحب شكل معين. شوفي، الجماهير بتحب نجمة خلال فيلم فيلمين، لكن تكرار نموذج واحد باستمرار مهما كان هذا النموذج رائع لابد أن يصيب المتفرج بالملل. يعني خدي مثال السيدة فاتن حمامة، وأنا أعتقد أنها من أعظم الممثلات في السينما المصري. أكيد طبعا، عندما ظهرت ظهرت برضو بنموذج واحد، هو نموذج الفتاة المسكينة المكسورة الخاطر المغلوبة على أمرها. مشيت فيها بخمس ست سبع ثمان أفلام، أيوة، بعد كده بذكائها النادر وموهبتها العظيمة، أيوة، حست إنها مش ممكن تستمر بهذه الشخصية، غيرت، ولا معناها ضربت نفسها في مقتل، أيوة، فبدأت تغير بأدوارها. وتغيير هذه الأدوار هو اللي خلى دلوقتي فاتن حمامة فاتن حمامة. لأن لما بنشوف تاريخ فاتن حمامة، أيوة، بنلاقي هذه المروحة الكبيرة الواسعة من أدوار مختلفة تمتد حتى إلى أدوار الفتاة الشريرة بلا أنام، أيوة، أو الـ 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 البنت اللي عايزة تسأر لأختها، أيوة، دعاء الكروان، اللي تقبض على فاطمة الأخت اللي بتربي أخوها، أيوة، أريد حلا الزوجة المظلومة المقهورة الست الأرستقراطية بفيلمها الخيط الرفيع. يعني ما سابتش
فاتن حمامة شخصية ما لعبتهاش، مع إنها ابتدأت بنموذج الفتاة المسكينة، كسبت قلوب الجمهور وبعد كده انطلقت إلى الخطوة الثانية. وده ذكاء الممثلة، وأنا برأيي ده ذكاء أي نجمة بتحاول إنها تفرش إمكانياتها الفنية، تقول إني أنا قادرة أعمل ده وأعمل ده وأعمل ده.